السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أخوكم عبد الرحمن الخالدي. طبعا أخوة الكرام، اليوم حنا في معرض دار النخبة للسيارات، وقبل كل شيء أخي الكريم أتمنى منك الاشتراك بالقناة، وأخي المشترك أتمنى منك دعم القناة. وزي ما تشوفون أخوة الكرام، اليوم عندنا فورد موستنج جي تي إصدار كاليفورنيا سبيشل، إصدار محدود، طبعا وارد وكالات الجزيرة 2017. نتكلم بشكل سريع على السيارة، وأول شيء ناخذ جولة سريعة على السيارة من الخارج. طبعا اخوان الكرام، اول شيء نتكلم عن المحرك. المحرك زي ما تشوفون 5.08 سلندر في 8 435 حصان، والجير عادي من 6 سرعات يدويه، ونظام الدفع فهو دفع خلفي. نبدا نتكلم عن مواصفات الخارجيه للسياره. وزي ما قلنا لكم، اول شيء السياره اصدار كاليفورنيا سبيشال، طبعا هو اصدار نوعا ما محدود، يجي فيها بعض الاختلافات عن الجي تي العاديه زي الشبك، وزي ما تشوفون الكتات البسيطه على الصدامات. الحين نتكلم عن مواصفات السيارة. أول شيء سيارة أنوار LED مع أنوار زينون، فيها كشافات ضباب موجودة عندكم، فيها طبعا خطوط زينة، عندكم الجنوط مكحلة برضو، وهذه ميزة فيها بالإصدار هذا، مقاس 19 إنش، عندكم إشارات بالمراية، طبعا جناح خلفي، وعندكم عدد 4 حساسات خلفية، وفيها شكمانين خلفيات، وهذا هو الإصدار حق السيارة. وزي ما قلنا لكم، السيارة وارد توكيلات الجزيرة. سعر السيارة في حدود 210,000 ريال تقريبا. طبعا أخوان الكرام، زي ما تشوفون عندكم هذه فتح السيارة، عندكم الفتح والإغلاق وفتح الشنطة، بالإضافة للسيارة دخول ذكي وتشغيل ذكي، يعني هذا المفتاح ذكي. والحين نشغل السيارة ونسمع صوتها. طبعا اخوان الكرام، اصور لكم بطاقة الوقود، زي ما تشوفون فورد موستنج جي تي كوبيه دفع خلفي 5.0، كل البنزين تمشيك 10 كيلو، موديل 2017، صراحة اقتصادية اكثر من FG حقي. طبعا وهذه السيارة اخوان الكرام من الداخل، المراتب زي ما تشوفون، ما ادري واضح معاكم ولا لا، انها شامواه وجلد. طبعا اخوان الكرام، اول شيء كرسي السائق بحركه كهربائيه، طبعا الاسفل، اما الظهر يدوي، لان السياره كوبيه فيحتاج اللي يطلع الخلف يفتح الكرسي زي كذا ويطلع ورا السياره او يدخل ورا السياره. طبعا الحين زي ما تشوفون ان السياره فيها ذاكره تخزين كرسي السائق، عندكم سنتر لوك، زجاج كهربائي، المرايه كهربائيه، عندكم تحكم في الاناره حقت السياره، طبعا هنا الاناره الداخليه، عندكم فتح الشنطة، التحكم بالنظام الصوتي بالإضافة إلى مثبت السرعة هنا وهنا النظام الصوتي، وعندكم البلوتوث، وعندكم هنا النظام الصوتي، وعندكم هنا عداد الرحلات، وعندكم هنا البلوتوث والأوامر الصوتية. السيارة زي ما تشوفون فيها شاشة ملاحة، فيها كاميرا خلفية برضو، عندكم مكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب، بالإضافة إلى تبريد وتسخين للمقاعد الأمامية، عندكم الأزرار هذه هنا الفليشر، وعندكم هنا تراكشن، وهنا وضعية القيادة حقة الدركسون، ثقلات خففة، وهنا وضعية القيادة بشكل عام حق السيارة من سبورت إلى ثلجي إلى آخره من المعلومات هذه. السيارة طبعا فيها مدخل USB وفيها CD زي ما تشوفون، عندكم ولات الدخان هنا، عندكم طفاية الدخان هنا، وعندكم فيها الإضاءة الداخلية للسبع أنوار، ما أدري إيش يسمونها، موجودة فيها. هذا هو الجير عادي من 6 سرعات يدوية، الجلنط الهاند بريك، هذا هو المراية حق السيارة، هذه مراية تعتيم، عندكم الأنوار حق السقف، الشماسات طبعا فيها إنارة زي ما تشوفون، هذه هي
وفيها سنتر لوك في باب الراكب برضو. هذه ابرز المواصفات الموجوده في السياره هذه. انا صراحه حبيت اصورها لكم عشان تستفيدون منها. اللي يحبون الموستنج دائما يطلبونها مني، والحمد لله توفرت هذه الفئه. خليني اصوركم الدرج بالوسط. زي ما تشوفون عندكم منفذ برضو يو اس بي هنا، شاحن جوال تقريبا، وعندكم برضو منفذ طاقه هنا موجود. هذا درج السياره نوعا ما السياره ضيقه من وراء، يعني ممكن تركب شخص معك مشوار ابو نص ساعه يتحمل لا باس فيه، ما تاخذ معك خط صعب عليك للامانه. مواصفات من السلامه، فرامل اي بي اس، نظام الثبات الالكتروني، عندكم حساس كفرات، عندكم الارباقات الاماميه والجانبيه، كل مواصفات الامن والسلامه موجوده فيها. سياره تنافس تشالنجر، دوج تشالنجر، تنافس فورد، عفوا تنافس شيفروليت كومارو، يعني هذه السيارات الامريكيه طبعا، وقص على ذلك كثير من السيارات اليابانيه. بس اما سياره في نفس المستوى هذا ونفس الاداء 8 سلندر 435، ما لها الا التشالنجر وما لها الا الكومارو بنفس الفئه هذه. طبعا اخوان الكرام صورت لكم السياره، شكرا لمعرض، صورت لكم في معرض دار النخبه، شكرا لهم، اتاحوا لي السياره وصورناها علشانكم، وان شاء الله عجبتكم السياره. بحط لكم سناب المعرض حق دار النخبة، دائما ينزلون سياراتهم وأرقامهم موجودة في آخر الإعلام برضه، عشان إذا حابين تتواصلوا معهم. سيارة مميزة صراحة للأمانة، خاصة اللي يحب سيارة الكوبين، وعما سعرها غالي لكن هذه السيارة مصنوعة لفئة معينة من الناس، ما يهم سعر السيارة ما دام كل الدلع بالنسبة لهم موجود. 435 حصان، ما شاء الله غير عادي، يعني صاروخ على قولتهم، الشق الطريق شق ما شاء الله تبارك الرحمن. أزعجني بصورة الإسعاف هذه، وأتمنى طولنا عليكم الفيديو، أتمنى يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله. تحتاج تشتري سيارة؟ كل اللي عليك تدخل موقع سيارة وتقدر تبحث فيه عن آلاف السيارات وصورة لكل سيارة وسعرها ومواصفاتها كاملة، وإذا كانت متوفرة كاش أو تقسيط. وإذا كنت تبي تبيع سيارتك تقدر تعرضها في الموقع بدون عمولة وتبيعها بأفضل سعر وأسرع وقت. كل هذا وأكثر تحصله في موقع سيارة، ولا تنسى تحمل التطبيق سيارة، المعارض كلها في جيبك.